نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحاً للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة فرض القانون وتعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعمرة. هيئة الانتخابات تتيح للتونسيين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في أي مركز يختارونه دون التقيد بالمراكز المسجلين بها. تونس تشارك اليوم سائر دول العالم أحياء اليوم العالمي للسكان بهدف زيادة وعي المجتمع الدولي بمختلف القضايا السكانية. وفي شؤون الشرق الأوسط، تفاؤل أمريكي حذر بشأن تقدم مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بين حماس والكيان الصهيوني. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه مساء أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون وتعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعمرة. وأكد رئيس الدولة أن تونس تعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم على القيم الإنسانية، ولكنها لن تسمح بترويع المواطنين تحت أي ذريعة. في خبر آخر، خصصت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمس للنظر في وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وتقرر في هذا الخصوص أعداد النصوص القانونية المستوجبة لعرضها على مجلس الوزراء. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس على قرار يتيح لأي تونسي مقيم في الخارج الانتخاب يومي الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أي مركز دون التقيد بالمركز المسجل فيها. نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بفيسبوك مقطع فيديو تضمن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية التونسية بالخارج بفضاء المواطن بمقر وزارة الداخلية. وتتمثل هذه الخدمات في استخراج الوثائق الإدارية على غرار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية ومطالب الانتفاع بامتياز الأعفاء من القيد الجمركية، وأيضا تسهيل عمليات حلولهم ومغادرتهم للتراب التونسي. وأوضح رئيس مكتب العلاقة مع المواطن بوزارة الداخلية أنه تم تغيير التوقيت الإداري ليصبح من الساعة 7 صباحا إلى غاية 5 مساء دون توقف من يوم الاثنين إلى الجمعة. تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للسكان الذي يهدف إلى زيادة وعي المجموعة الدولية بمختلف القضايا السكانية مثل أهمية تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان. وفي تونس يرى البعض أن المجتمع يتجه نحو التهرم السكاني، مما يطرح تساؤلات حول مدى ملائمة السياسات السكانية الدولة مع هذا التحول الديموغرافي. الخبير في قضايا السكان والتنمية أحمد عبد الناظر أشار إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع الوضعية الحالية والقادمة للتركيبة السكانية. مش معنى هذا أنه إحنا عندنا خلل كبير في العملية وفي التطور السكاني في تونس، وإنما هذه فيرورة كل المجتمعات، لأن كما نعرف التقدم العلمي، التقدم التكنولوجي، التقدم الطبي يخلي مؤمل الحياة يطول ويخلي الناس تعيش أكثر. الإشكال وين؟ الإشكال هو هل استعديناش هذه الوضعية وللوضعية القادمة، لأن إحنا في سنة 2050 باش يكونوا تقريبا 20% أو 19% من السكان يكونوا عمرهم أكثر من 60 سنة. ملخص حديثي هو أني أنا لا أرى أن التشيخ أو التهرم السكاني يمثل مشكلة في حد ذاته، لأن هذه فيرورة كل المجتمعات الحديثة، ولكن الذي يجب أن ننتبه إليه ويجب أن نتحرك فيه هو أن نضع السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تتماشى مع الوضعية الحالية للتركيبة السكانية وكذلك التركيبة السكانية لتونس خلال 20 و30 سنة القادمة.
في شأن آخر، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أمس أمام مجلس النواب حرص وزارته على التصدي للفساد في الإدارة من خلال تصديها للوبيات في القطاع تستغل الإدارة لمصالحها الشخصية. ما نجموش نحكيو على تطور، على نمو، على استثمار في هالبلاد هذه إذا كان ما نقضيوش خاصة على مستوى الفساد في الإدارة. احنا عينينا محلولة في هالمجال هذا، ونلقاو قطاعات اللي لوبيات داخلة فيها، لوبيات اللي تستغل في الإدارة لمصالحها الشخصية. نعطيك مثال بسيط جدا، هو قطاع الصيد البحري. احنا وقت اللي طبقنا القانون كما يلزم نطبقوه، نلقاو فما ناس تاخو في الوقود، والوقود هذا مدعم، ناس تاخو فيه باش تر الحق. هالوقود هذا كيف كبسنا الأمور، ربحنا الدولة في سنة 2023 من مارس حتى لديسمبر 10 مليون دينار. احنا فما ناس في هالفلوس هذم خذوا الوقود دون وجه حق، هو يسحق 500 اعطيناه 15000 بتواطئ من الإدارة، بعثنا الورقة قلنا له الدولة راهي تحب عليك 80000 دينار 50000 دينار، مشى يجري وصب الفلوس هذه في القبضة. خاطر الناس عارفة رواحها غالطة، والناس عارفة رواحها اللي تو راه وقت حساب. وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي أكد أيضا أولوية توفير الموارد المائية للفلاحة، مشيرا إلى أن الوزارة اضطرت إلى توفير موارد مائية من المياه المعالجة لاستخدامها في الري في الوطن القبلي لمجابهة شح المياه. على خلفية قرار وزيرة التربية أعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين من مهامه، أفاد كاتب عام الفرع الجامعي لإداري التربية بالقصرين محمد الحركاتي مساء أمس، أفاد بأن أكثر من 17 مسؤولا بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين قدموا استقالتهم الجماعية من مهامهم بسبب ما وصفه بالهرسلة التي تتم في المندوبية الجهوية للتربية وفي حق جهة القصرين ككل وفق تعبيرها. وكانت وزارة التربية أصدرت في وقت سابق بلاغا أعلنت فيه إعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين تبعا لحصولها على قرائن تثبت شبهة تدليس بيانات المترشحين لمناظرة المرشدين البيداغوجيين بالمندوبية. في خبر آخر، أعلنت مؤسسة فداء أمس التمديد بصفة استثنائية في الانتفاع ببطاقات النقل المسندة سابقا لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحها، كما دعت الذين لم يستكملوا منهم ملفاتهم لديها إلى إرسال الوثائق المطلوبة في أفضل الأجل، وذلك قصد اعتمادها في استخراج بطاقات الخدمات الخاصة بهم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. أخبار فلسطين المحتلة، وفي اليوم 79 بعد 200 من حرب الإبادة على قطاع غزة، كثف جيش الكيان الصهيوني قصفه الجوي والبري والبحري على مناطق ومخيمات متفرقة وسط قطاع غزة. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على حيي الرمال وتل الهوى غربي مدينة غزة، تزامنا مع نصف المدفعية الإسرائيلية لمباني سكانية وسط مدينة رفح جنوب القطاع. في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استهداف قوة راجلة وقنص جندي وتدمير 3 دبابات، في حين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إنها فجرت 3 آليات للاحتلال. وكشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن نحو 5 مروحيات هبطت في المستشفيات الإسرائيلية تقل جنودا مصابين. في الشأن الإنساني، ومع استمرار العدوان الهمجي على غزة، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل إما بسبب القصف أو نفاذ الوقود. وأعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها بسبب النقص الحاد في المعدات الطبية في قطاع غزة الذي لم تدخله أي شاحنة للمنظمة غير الحكومية الفرنسية منذ أكثر من 2 شهر، فيما توقع الحرب مزيدا من الضحايا.
سياسيا، تتواصل مفاوضات الدوحة بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كشفت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب تعتزم إرسال مزيد من الوفود إلى قطر ومصر. وعبر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيري لشبكة CNN الأمريكية عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة. في الوقت ذاته أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جون بايدن أنه سيقبل بصفقة تبادل إذا احترمت ما يسميه خطوطا حمراء إسرائيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود مستمعين الكرام ونجيزه لكم في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة فرض القانون وتعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعمرة. هيئة الانتخابات تتيح للتونسيين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في أي مركز يختارونه دون التقيد بالمراكز المسجلين بها. تونس تشارك اليوم سائر دول العالم أحياء اليوم العالمي للسكان بهدف زيادة وعي المجتمع الدولي بمختلف القضايا السكانية. وفي شؤون الشرق الأوسط، تفاؤل أمريكي حذر بشأن تقدم مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بين حماس والكيان الصهيوني. أجمل تحيات كوثر عربوبي، إلى اللقاء. أنت تونسي عندك بطاقة تعريف وعمرك 18 عام أو أكثر قبل 6 أكتوبر.